وش الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تخلي البعض يقع في التدخين. في بعض أسباب اجتماعية مثل تأثير جماعة الرفاق أو الأقران أو الثلة أو الجماعة اللي جالسها الشخص، ممكن تكون لها تأثير بأن الشخص يعني يدخن. أيضا تأثير بعض وسائل الإعلام السلبية اللي تسوق للتدخين بشكل مباشر أو غير مباشر. أنا أذكر في التسعينات كان في واحد دائما يعني يركب خيل وكوبوي كذا وجسمه جميل وشاب ومصصح، ودائما يولع سيجارة دائما، يعني يسوق نوع من أنواع السجاير. هذا بعد فترة مات من السرطان، ودفعت شركات التبغ مئات الملايين بس علشان تخفي سبب وفاته، لأن كثير من المراهقين والمراهقات والشباب في الولايات المتحدة الأمريكية وقعوا ضحية للتدخين بسببه. اسمه طبعا ديفيد ماكلين. من ضمن الأسباب طبعا هي أسباب شخصية. احنا في علم النفس عندنا ظاهرة الغيرية، بعض الأشخاص يقول لك أنا غير، أنا ممكن أجرب السيجارة، ممكن أدخن لي شيشة راس شيشة وكذا بس ما أطيح فيها، أنا غير. وبعضها طبعا أيضا نزع للمغامرة والتجريب، بعض الأشخاص عندهم نزع للمغامرة والتجريب بشكل شخصي، وده يجرب الشيشة الإلكترونية ويجرب السجائر ويجرب الشيشة. وبعض الأحيان أسباب تربوية مثل التعلم بالمضاحظة، تعلم بالملاحظة observation learning، يعني بعض الأبناء أو البنات يتعلموا من خلال أمهم أو من خلال أبوهم أو عمهم أو من خلال النموذج اللي هم حاطينهم له يتعلموا التدخين. يعني مثلا واحد حاط نموذج أخوه الكبير ولقى أخوه الكبير يدخن، فخلاص صار يبغى يدخن زيه. احنا نسميه في علم النفس modeling learning or observation learning، التعلم بالملاحظة أو التعلم النموذجي. هذه طبعا أبرز الأسباب اللي ممكن تخلي الواحد يقع في التدخين. هل هناك أسباب اجتماعية نفسية أخرى تدفع الشخص للعودة للتدخين مرة أخرى؟ أي نعم، في أسباب كثير للأمانة، وهذا سؤال مهم. من ضمن هذه الأسباب جماعة الرفاق أو الأقران، يعني الثلة أو الجماعة اللي جالسها الشخص ممكن أن تساعده بأنه يرجع للتدخين. نفس البيئة المدخنة سابقا إذا الواحد جلس معاها، وخصوصا في بدايات تركه للتدخين أو في بدايات علاجه للتدخين ممكن يعود للتدخين. أيضا الخطأ أو الزلة، هذه حطها تحت 20 خط، الخطأ أو الزلة. بعض الأشخاص لما حنا نساعدهم بأنهم يتعالجوا من التدخين يجالس ناس تدخن يقول تدري خليني أجرب نفس بس من الشيشة، أو خليني أجرب موش واحد من الدخان كذا، يعني نفس واحد كذا. النفس هذا يجر نفس يجر ثاني يجر، ما يلقى بعد فترة إلا سجارة أو الشيشة بيده. فأحيانا الناس ترجع للتدخين بسبب الخطأ أو الزلة. أحيانا أيضا الواحد يرجع للتدخين بسبب الضغط النفسي أو التوتر. في كثير من الأشخاص أنا قابلتهم شخصيا لما رجع للتدخين بسبب الضغط النفسي والتوتر والقلق وكذا، رجع للتدخين هو يفكر بأن التدخين يخليه ريلاكس ويتخلص من القلق والضغوطات هذه. طبعا هذه فكرة خاطئة، ولكن بعضهم يرجعون. أيضا بعض الأشخاص لما يصابون ببعض الاضطرابات النفسية، احنا دائما ننصح الأشخاص اللي عندهم مشاكل نفسية بأنهم يتعالجون منها، لأن الاضطرابات النفسية والسيكولوجيكال ديس أوردرز هذه ممكن نتصاحب معها تدخين، شره، شيشة بشكل شراهة، تعاطي مخدرات إلى آخره. وأيضا لا ننسى ضعف الوازع الديني، يعني كمان قلة الوازع الديني في هذا الموضوع له دور. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.